أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية تقريبا الحديث الرابع بواب اللي هو عنوان ترك البدع والمنكرات. وشرح هذا الحديث أي قال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا، يعني أي زول بيزيد في الدين ونقص على كيفه ده يا جماعة ده عامل فيها مشرع مع رب العالمين وزول مبتدع ضال، لأنه ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة يا جماعة شرها عظيم، عشان كده السلف رحمهم الله كانوا شديدين على أهل البدع والمبتدعة، كانوا ما بيجالسوا المبتدعة ولا بيسلم عليهم ولا وينهوا كان قراءة كتبه، والآثار في ذلك كثيرة جدا. والبدعة تعريفها كما عرفها العلماء قال قالوا هي عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، فهمت؟ دي اللي هو البدعة. وبعضهم من قال هي الزيادة والنقصان في الدين، لأنه يا جماعة في ناس على كيفهم جابوا أوراد وجابوا حاجات ما من الدين. والمبتدع ده شر من اليهود والنصراني، لأن أنت اليهود والنصراني هناك تعرفوا يهود والنصراني، لكن المبتدع بيجيك باسم الدين واسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن البدع ما هي المكفر كإنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ونحن عقيدتنا كمسلمين إنه بعدين يوم القيامة بنرى الله عز وجل كما قال الله عز وجل في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كويس؟ ذكرت فيديو كده انتشر لمرة صوفية تابعة مين كده طريق المجازيب، قالت رأيت الله، قالت والله قاعد عندي في التلفون، قالت رأيت الله، قالت في جنوب لندن، قالت رأيت نور. مرة صوفية كذابة ساي، ترى الله عز وجل في الدنيا، في الدنيا هنا ما بيشوف ربنا، لكن في الآخرة هناك إذا كنت من أصحاب من المؤمنين ترى الله عز وجل بإذن الله تعالى. والبدعة يا جماعة شرها عظيم، ومنها المفسق، وكلها ما في أصل بدعة يا جماعة حسنة، عشان بيجوك بعد شوية أيام المولد جاي، طبعا يا جماعة خلاص دقوا الخيام وكده، ودي كلها يا جماعة من البدع، احنا بنقول لك. والصوفية عندهم شبه، شبه بيغش بها عوام الناس وغيره الناس اللي ما عندهم علم، قول لهم لا المولد يا جماعة دول ما بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، والله نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن جيبوا لنا دليل إن المولد ده يا جماعة من الدين، جيبوا لنا دليل واحد، يقول لك لا بدعة حسنة. أيوة بدعة حسنة، أي جيب الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة حسنة ما قال بدعة حسنة، جبتها من وين؟ كويس. وعندنا الغريبة في البلد دي بيقول لك يا جماعة بيقول لك نحن مالكية، أيوة مالكية، أي ها كلام الإمام مالك. وجابوا الشاطبي في الاعتصام قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. وابن عمر رضي الله عنه وصح الأثر الألباني رحمه الله قال من قال لا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأنه في ناس ما بيقتنع، تقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يتفلسف زي الأخوان المسلمين وغيره. وحديث العرباض بن سارية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل في اللغة العربية تفيد العموم، حتى ظن بعض الناس إن ده كلامه كلامنا نحن، بعض الناس يقول لك إنتوا ناس كل بدعة ضلالة، لا نحن الناس اللي بنحارب كل بدعة ضلالة دائما، نحن بنحارب اللي هو البدع ديل أهل البدع والأهواء. كويس؟ فتمشي المولد تمشي حوج الخليفة وغيره تلقى الخيم، وكله أنا بقول لك كل طريقة وكل خيمة وراء شيطان يدعو لها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال لك لما خط الخط المستقيم وخط الخطوط عن اليمين وعن الشمال قال هذا صراط الله المستقيم، وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لكن يا صوفية ورونا تاني أها عندكم شنو؟ يقول لك ربنا قال في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ايوه طيب يا جماعه نحن بنفهم الكتاب والسنه بفهم منه
بفهم السلف اللي هو الصحابة. أيوة ابن عباس صحابي جليل فسر هذه الآيات قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وين المولد؟ وين هنا المولد؟ جبته منين؟ ما فيها ناس، الناس تعرف لكن الصوفية دار يغشوا الناس كويس. وبتلقى في المولد هما واحد طريقة الختمية، خيمة أزرق علم أحمر بأخضر زي علم الكاميرون كويس. بهناك التجانية تربية غير تربية، سمانية برهانية. وطبعا أي زول بيشرق لك بالأكل ده تلقاه عامل زلابية بشاي، أها ذاك عامل دمعة، ده سليقة. في ناس همون البطن ويقول لك والله إن إحنا ما دارين النوبات دي والبتاع، لكن بنمشي ناكل وخلاص موضوعنا. أنت بس تعال نعزمك، أنا بوديك المطعم بوديك مطاعم جات قصرتها معك بس ما تمشي هناك كويس. لكن لا، وفي أصنام من الناس النوع الدارج يشاغل البنات. طبعا في ناس تلقى لابو صوفي البيت ما بتغشه، البيت بكون يظن حامية المرقة، تقول لي أبوي أي والله طبعا أنا ماشى ماشى. وين يا بيت؟ والله ماشى المولد. أيوه ماشى المولد خلاص، والبيت تطلع متبرجة وتقوم موعد لها زول هناك. والله تدق لي أيوه ميدو أها، نتلاقى في أتو خيمة، والله في خيمة الطريقة الختمية قاعد متكل شارب شاي، والله تلقى تعالي لابسة أحمر وأنا بجي لابس تيشيرت أحمر، في هوا زي ده هناك بتلقاه. وأنت شوف كلامي ده كويس؟ تقال في نوع النشالين، تقال بتاع شرطة بقول لك ارفع يدك فوق، ليه؟ ما في نوع، في ناس جايين، ما هو ده كله يا جماعة محل بتاع بدع، يعني فيه خير؟ ما في خير يا ناس. هو لو سلمنا معك جدلا، لو سلمنا معك يا صوفي وغير إنه المولد ده من الدين، مع إنه ما من الدين، فيه اختلاط يا ناس ولا ما في؟ بنات تبرج كويس؟ هل ده بيرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بيرضي النبي عليه الصلاة والسلام. تاني شوف لك حجة. والمشكلة بشركوا للناس بالشرك جوا، لكن مع الموسيقى الناس صارت ترقص. والله الناس ما جايبة خبر يا أخي. هم ذاك مشيت لا قرايبي كده برنامج اسمه سيارو ولا شنو، قال السيرة مرقت عصر، قال فوق الشيخ واد بدر. يا جماعة ما جايبين أي خبر يا زول، مرقت عصر وين؟ واد بدر منو؟ كويس. فهذول بيعصروا للشرك جوا الخيام دي كويس. السادة السادة العبد اللي هم نادى، قم يا خي ناديهم لي. قال دير يا الله اللي بيزيلوا البي، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم. قال في الليلة الهادي بنادي سيادي كويس. وغيره يا جماعة من الشركيات اللي بتحصل جوا كويس. ويا جماعة هل ده دين؟ زول ينط ويكرع واحدة ويلف ويقع يقول لك ده غيرك يا زول، ده وقع في الواطة غيرك كيف؟ يقول لك لا لا ده غرقان خليه خليه يا زول، ده تراب اروح بوديك البحر هناك بوديك كاس كاسين بوريك الغرق كيف. لكن هنا ده ما غيرك، ده ضرب الصونة بس بيقوم على الحيل كويس. ويقول لك ده سكران، سكران كيف؟ سكران وين يا ناس؟ سأل واعي كويس. ما شفت الواحد جاء طاير ذاك صوفي الطاير كويس؟ ما شفته في المقطع؟ قال له ده سكران. قال والله ده سكران ولا حاجة، ده ضرب الصونة بس ما في أي حاجة تاني كويس. فجوا بعصروا لك بالمدائح لكن الناس بترقص ما جايب خبر. أنا بوديك عشان ما تمشي المولد، وأنا بوريك الشرك ده أخطر شيء يا ناس. ودي يا جماعة دعوة الرسل إنه الناس يحذروا الناس من الشرك كويس. الطريقة انت ان قلت ده الطريقة الختمية هاي، الختم قال انا الله مرة واحدة، كتاب فيوض البحور المتلاطمة وكتاب النور البراق، قال انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا، قال انا الله. بتاع القادرية تابع لي شيخ التكسي الحيران وبيبسي، هو جاي يا جماعة ولا ما جاء؟ سمعت الجرايد قالوا جاي. ها ما في طريقة، تقعد قبلك هناك في هولندا برضه ازرق طيبة قال مشى هناك، مشى برشلونه ما داري يلعب دوري الاسباني ولا العاصي، عمل عمليه غايته ما اعرف جه برضه ما جه، كلهم طواغيت مجرمين ساي. بتاع القادريه تابع لها شيخ اليمين قال والله نحن ماشيين بجاه الشيخ ماشيين بنفسه، بقول لي حيرانه الشيء جاي لامات انا ما بعرفه لكن ابونا الشيخ بعرفه، شيخ اليمين تاع البيبسي كويس. ده تابع لها سيد الكتاب الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه، قال أنا الواحد الفضل الكبير بذاته، قال أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ديل القادرية بجنبه تلقى برضو خيمة الطريقة البرهانية محمد عثمان عبد البرهاني، ده في السوق الشعبي هناك على الحصين كويس. ده قال ديوان شراب الوصف كتاب موجود في مكتبته، قال وأجود على أم لترحم طفلها، قال ورحمة من في الكون من بعض رحمتي، قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء إذا السماوات حقت والأرض مدت. ده قالوا يا جماعة شرك وكفر أبو جهل ما قال. غير السمانية تابع لي عبد المحمود نور الدايم، ده قال جاته رسالة من الله عز وجل عديل وكتاب النصرة العلمية
كويس النصرة العلمية قال الفرغة اللي قال ده طلع لي الله دي يا جماعة الخيمة بتلقاها في المولد عشان كده ما تمشي أصل المولد أقعد قبلك كويس ناس يقول لك لا والله دارين الحلاوة بس الحلاوة شو تشتري الحلاوة السوق يشتري حلاوة كويس فيا جماعة المولد من البدع المحدثة التي أحدثها الفاطميون اللي هو العبيدون إن شاء الله الأخوان من بعدي يفصلوا ليك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قدم شيخ آدم إن شاء الله.